أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أراد أن يشتري بضاعة فقال له التاجر: عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحجز لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ الذي تقصير إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البايع، وهي في ملك البايع وقال لي الخيار لمدة كذا، ولكن طلب منه البايع أن يعطيه عرضون إن عزم على السلعة يأخذها يحسب من الثمن، وإن خرج السلعة يقول للبايع نظير حبس السلعة، هذا جاي، هذا بيع العربون، هذا بيع العربون، هذا على الشيء المعين، سلعة معينة في ملك البايع شراها وقال لي الخيار لمدة كذا وقال ما الخالق أتعطى العربون أو تهونهم من تحبس السلعة، هذا جاي في دفع العربون، أهلا عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة ثلاثة لا يجوز بيع العربون، لكن عند الإمام أحمد جاي، لأن عمر رضي الله عنه فعل لما شرى دارا للسجن، يعني شرى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطى البائع بعض الثمن، الوكيل أعطى البائع بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر، فإذا رضي أثمنت به، فعمر أقره على ذلك، هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة. أما البيع في الذمة، بيع الموثوق في الذمة، بيع الموثوق في الذمة الذي ينضبط في الوصف، فهذا يجوز لأن حكم حكم السلم، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز.